قسم التنظير الجهاز الهضمي في مستشفى العبدلي بيحتوي على 4 غرف تنظير مجهزة بأحدث الأجهزة. نجرب القسم التنظير التشخيصي والتنظير العلاجي، وعندنا تنظير القنوات المرارية، وعندنا تصوير فوق الصوتي عن طريق التنظير. قسم الإنعاش في هذه الوحدة بيحتوي على خصوصية عالية للمريض حتى تكون كل زيارة المريض للقسم مريحة. مرحب فيكم في مستشفانا. قسم الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى العبدلي بيستقبل المرضى اللي بيشكوا من كافة مشاكل الجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بالتغذية والوزن. القسم عندنا بتكون من عيادات مجهزة، بالإضافة إلى الأقسام المساعدة زي قسم الأشعة. في قسم الجهاز الهضمي نستقبل المرضى من داخل وخارج الأردن. بعض الأحيان تكون المرضى حالات معقدة وصعبة، مما يستدعي اجتماعات دورية لمناقشة الحالات مع زملائنا في الأقسام الأخرى مثل الأورام والأشعة لوضع الخطة العلاجية المناسبة لهم.